يعني خسارة فادحة ليس للصحافة المصرية ولكن للوطنية المصرية. أحمد رجب رحمه الله كان كاتب وطني ملتزم بكل قضايا الوطن، وكان من الذين لم يهتزوا إيمانهم لا بالشعب المصري ولا بالجيش المصري في ظل الهجمة التي كانت على الوطن من خلال المخطط الصهيوني الأمريكي. إخواني، نص كلمة كانت هي يعني أي مصري كان بيفتح صفحة الأخبار من نص كلمة، وكان دائما هي خير معين لكل من يعشق هذا الوطن ويؤمن بأنه قادر على صنع التاريخ من جديد. نعم، كلمة لقراء الكاتب أحمد رجب. لا يعني طبعا مصر ولادة، وبالتأكيد الكاتب الكبير سوف نجد له من يحمل الراية بعده ويحمل المشعل بعده، وهو كان بيمثل الشعب المصري من خلال قلمه الساخر، واعتقد ان لن ننتظر طويلا لكي نرى احمد رجب من جديد. لا هي المصاب مصاب الوطن كله، واحنا بنعزي انفسنا وبنقول لهم يعني كفى لكم فخرا انكم تحملون اسم اعظم كاتب ساخر في تاريخ مصر والامه العربيه.